نجوم الأعلام المغاربية لمت الإعلاميين من دول المغرب العربي، وذلك بمناسبة مرور سنة على تأسيس صفحة نجوم الأعلام المغاربية، حيث كانت هذه المناسبة بادرة جيدة لكي يتعرف الإعلاميين على بعضهم البعض بعد أن كان أغلب التواصل عبر وسائل التواصل الاجتماعي. اليوم هي اليوم عاد بداية صفحة نجوم الإعلام المغربية. صفحة نجوم الإعلام المغربية تأسست يوم 31 جويلية 2017. هي عملت لما اليوم على غير بمناسبة احتفال مرور سنة على مرور انطلاقة صفحة. قلت علاش ليه ما نعملوش لما إعلامية، الإعلاميين يتعرفوا على بعضهم، فما إعلاميين يتعرفوا على بعضهم عن طريق التواصل الاجتماعي، لكن بواسطة الواقع ما تعرفوش بعضه في هذيك. علاش خونا علاش ليه ما نعملوش لما إعلامية بين الإذاعة وبين التلفزيون؟ انت تعرف انه مهنه الاعلام هي مهنه المتاعب ومهنه الاصرار والعزيمه والكفاح، كما قلت انت كلمه كفاح ونضال تتوفر في شخص كمال عويج، ان شاء الله ربي يوفقه. شنو نقول كلمه نقول بالتوفيق ليها، هي مجله فتيه في البدايات، واصعب حاجه هي البدايات التاسيس. ان شاء الله نحتفلوا مرور 100 سنه على هذه التجربه والمولود الاعلامي اللي يسلط الضوء مش على الاعلاميين التوانسة فقط، بالإعلاميين في المغرب العربي. وهذه زادة اللمة هذه الحلوة اللي خلتنا في لقاء مع بعضنا نعرفوا من مختلف الجنسيات قديش مهم. فأنا سعيدة برشا ونحب نشكره برشا على اللفتة الكريمة متاعه. والله كما تعرف أنه هو مش فقط المغرب العربي، معناتها فهمني، كنا ستعين الإعلاميين في الجزائر وفي ليبيا إلى غير ذلك، عندهم التزامات خاصة، لكن هم يجتمعوا معنا عبر هذه الاحتفال ويحتفلوا معنا في هذه المناسبة. نقول مبادرة مزيانة برشا، وإن شاء الله ديما وديما ديما تتعاود، وعلاش ليه ما تكونش تكون تظاهرة تجمع الإعلاميين الكل. معناها اليوم هاك تشوف شفنا عدد قليل منهم، إن شاء الله المرة الجاية في فرص أخرى تكون تظاهرة تكون كبيرة أكثر ويكونوا الإعلاميين كلها حاضرين. هي احنا باش نجيبوا ثلث من الإعلاميين في تونس في المغرب العربي. الإعلاميين من كل المجالات في تونس، سواء في التلفزة أو في الإذاعة، في كل المجالات. وأيضا هناك من بعض ثلث من المخرجين اللي قدموا برامج في التلفزة التونسية مع القنوات الخاصة أو الحكومية. احنا قاعدين نغطيه في حاجات في لمة السينما، لمة المسرح، ثقافة عموما، سياسة، كل شيء نصوره، اما ما صورناش رواحنا، ما عملناش لمتنا احنا. فالمبادرة هذه ان شاء الله تكون اوسع، حبيتها تكون اكثر. ممكن الفترة هذه فترة صيف ومهرجانات، زملاء الاعلاميين الاخرين قاعدين يخدموا ولا مصيفين كونجي عطل، فانا حبيت يغير شوية لدات معناتها متاع اللمة، سينو ياسر لمة مزيانة. انا نحب نحيي زادة ونحيي فضاء السرايا، لانه الفضاء هذا انا ياسر يفكرني بالعمل متاعي، لاني قدمت برنامج نزهة المشتاق على قناة الوطنية الثانية، فصورته في المدينة العربي، كان خاطر يحكي على المدينة العتيقة، نعرف المكان هذايا بالكدا، قعدت وقفت كما انا واقفة معاكم توا، فعجبني الفضاء، تونسي 100%، عجبتني المبادرة، نجمو كان نقولوا له برافو اي بون كونتينياسيون. وتم بالمناسبة تكريم الإعلاميين العاملين في الإذاعات والقنوات التونسية والعربية، وذلك لتحفيزهم وتشجيعهم على تقديم الأفضل وتطوير العلاقات بين كافة وسائل الإعلام المغاربي.